شفتهاش. هنعتبره نصر لانه اللي تحقق. صباح الفل كريم الاول. صباح العسل. هنعتبره نصر طبعا لانه اللي تحقق ده ما كانش حد ممكن يحلم بيه فيما قبل البطوله. تجارب كتير من جانب كارلوس كيروش، قوام مش اساسي، بينضم لاول مره للمنتخب وبيعتمد على اغلبه باحمد سيد زيزو، محمد عبد المنعم، مهند لاشين، باحمد ابو الفتوح، عدد كبير من اللعيبه، اكرم توفيق وعمر كمال عبد الواحد، عدد كبير من اللعيبه. اكرم توفيق طبعا انضم قبل كده المنتخبات ولكنه مش في المركز ده، مش في مركز الباك اليمين. فبالتالي كانت المؤشرات كلها ما بتقولش ان احنا ممكن نعمل حاجه. مستوانا الفني متفق مع اغلب المتابعين، سواء جمهور، نقاد، اي حاجه، ان مستوانا الفني ما كانش قد كده، خاصه في دور المجموعات. ولكن الكلمه اللي انا كنت بقولها، سواء بطلع احلل، سواء بعمل فيديوز عندي، سواء بكتب، سواء بتكلم مع اصحابي على القهوه، اي حاجه، انه احنا مصر، احنا كنا وسنظل مصر بتلعب باسمها، بتلعب بتاريخها، بأي مكان مين هو المنافس، احنا دايما منافسين على اللقب ودايما موجودين وحاضرين، بغض النظر عن مستوانا الفني وبغض النظر عن الاسماء اللي موجوده على ارض الملعب. اسمنا لوحده كفايه، اسمنا لوحده، وده تاكد بالفعل. انت لعبت، يعني انا بشفق جدا على اللعيبه. السنغال لعبت مين؟ السنغال لعبت راس الاخضر وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائيه، و120 دقيقة زينا، والضغط اللي كنا فيه زينا. لا، احنا لاعبين اربع ماتشات، كل ماتش فيهم 120 دقيقة. فيهم ثلاث ماتشات وصلوا للبنالتيز، وده ضغط عصبي رهيب. طبعا. لعبت خمس فرق، الخمس فرق مرشحين للقب، نيجيريا في دور المجموعات، بعدين كوت ديفوار، في مغرب، في كاميرون، في سنغال. انت قابلت بطوله صعبه جدا. اتصاب من عندك محمد الشناوي، اتصاب من عندك احمد حجازي، اتصاب من عندك الونش ورجع، اتصاب ابو الفتوح ورجع، اتصاب اكرم توفيق ابو جبل ورجع، ابو جبل ورجع، اتصاب عندك اكرم توفيق في اول البطوله، في اول خمس دقائق في البطوله ومشي. غاب عمر كمال عبد الواحد عن المباراه النهائيه بسبب الايقاف. لا، انت قابلت ظروف صعبه جدا على اي منتخب. صحيح. ان هو يعرف يكيب اب او يجاريها. بس احنا منتخب مصر بمنتهى البساطة. طب انت شايف لقاء